والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. رائعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، المناجاة المنظومة. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعمر، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعمر، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي ونوري إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي ونوري إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض النبابة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزر فؤادي فلي في سيف جودك مطمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزر فؤادي في سيف جودك مطمع. إلهي لئن قيدتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا المشفع. الجود والمجد والعمر تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعمر تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي ونوري إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي ونوري إليك لدى الأعسار
السلام واليسر أفزع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي، إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا يقبلون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا يقبلون ولا مال هنالك ينفع. إلهي إليك نبل يا